بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية وناجحة، عملية إعصار اليمن. استهدفت من خلالها مطاري دبي وأبوظبي ومصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. وتمت العملية الموفقة بخمس صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به، تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة. وتحذر القوات المسلحة الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، وبأن عليهم الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظا على سلامتهم، واعتبار الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمرت في تصعيدها العدواني ضد اليمن. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من جماد الآخر 1443 هجرية، الموافق 17 من يناير 2022 ميلادية. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.